اسمع يا ولد اسمع، انا بقالي كتير عايش. سينا دخلها اغراب وناس اوسخ منكم، لكن في الاخر النتيجة واحدة، هي هي، لان اصحاب الارض دايما على حق. انتوا كيف بدكم تنصر الدين وبتخطفوا فلسطينية؟ انتوا في صف مين؟ يا بنتي يا بنتي، ربنا شاور لهم في القرآن الكريم وقال لهم بسم الله الرحمن الرحيم، هم العدو فاحذرهم، لكنهم ما فهموا ولا بيفهموا. اللي زيك هم اللي عمرهم ما فهموا ولا هيفهموا. الأولوية للعدو في الداخل لحد ما ننتصر، وبعدين نتفرغ للعدو في الخارج. وانت بقى يا حلوة، ما انتش هنا عشانك فلسطينية، انت مفروض تفرحي، انت هتصيري من حريم الأمير. تفو بس سيبها، أنا مسامح، لسه صغيرة. هي الدنيا معاكوا كده، لما تغلطوا وتتورطوا وما تعرفوا تردوا تحرقوا وتقتلوا وتنهبوا همج.